تينا المنتوى حتى لتصح. نجمة صباح على نجمة أفهم. لقيت ذي متاع التصوير المخبل في كبة التصوير اللي تحكي على روحها وتخلينا احنا نقولوا وش باش نعلقوا كان ما جيتوش انتوما كل يوم تخليوا في الكومنتير متاعكم على الباج اوفيسيال فيسبوك. مخبل في كبة. المخبل في كبة. التصوير الأولى اللي كنت شفته على الباج أوفيسيال فيسبوك راديو نجمة أفهم وهي تحت عنوان وفاة الباحث التونسي علي مطينت. الباحث التونسي ربي يرحمه وينعمه وإن شاء الله ربي يتقبله في جنته يا ربي. اليوم حابين نوصلوا صوت أنه عديدة هما الباحثين التوانسة اللي قاعدين نسمعوا بيهم كان بعد وفاتهم، وهذاك علاش احنا اليوم قررنا أن باش نعطيكم بسطة ولو خفيفة جدا على الباحث التونسي هذي اللي هو مفخرة للتوانسة الكل. وين الباحث هذا المتقاعد علي مطينت اللي توفى نهار السبت في الليل 27 سبتمبر يعتبر أصيل، وهو أصيل مدينة جرجيس، من الكفاءات العلمية المتميزة ومختص في فترة ما قبل التاريخ الذي عرف بسماته العلمية، كما درس بالجامعة التونسية وتلمذت عليه عديد من الأجيال والطلبة. إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه يا ربي. هذا اللي حبيت أحكي لكم عليه من لول. الحكاية الثانية والصورة الثانية اللي لقات سخرية كبيرة من عند التوانسة الكل، الثمار الكل خرج الحقيقة، حتى شفنا الغرائب وقت اللي الحكومة التونسية أو بعض ما يمثل الحكومة التونسية يعطيونا ببعض القرارات. تصوير الأولى بشرقها للسيد هذا واللي هو كان وزير التكنولوجيا، ما قعدش برشا، أنور معروف ولكن تكلف برشا على التوانسة الكل وقت اللي عطى بنته الكو 5 وعملت بها الأكسيدون الكهرباء الشهيرة. هي مريم هذيك هي الأكسيدون الشهير. امشي يا زمان وإيجا يا زمان، كنا نشوف وإحنا في ملفات فساد وكفزوز كراهب وكي سانك وبنت وزير ما عندهاش الحق. أخي سيد القاضي الفاضل فإنه كان عنده رؤية أخرى، تقدم استدعاء لبنته، والاستدعاء هذي لازمكم تفهموا حاجة شنو اللي فيه بالضبط الاستدعاء وعليش تم استدعاها بنته. القضية كنا نتصور في قضية فساد، كنا نتصور في قضية كبيرة حاجة تفجع بقيمة واحترام للدولة التونسية، ولكن الاستدعاء كان أكثر من هكا وأتفى من هكا. فقد توجه الاستدعاء إلى بنته بنت محمد معروف بيعلمها بتعليم جلسة في الدائرة الجناحية بتاريخ 23/11/2020، والغريب أنه وجدت لها تهمة مخفة جدا وتتناسب ولا تتناسب ونوع الجريمة. فقد قدرت النيابة العمومية قبل مغاد برئاسة سيد القاضي قبل ما يخرج من منصب متاعه أنه يوجه البنت الوزير تهمة مضحكة عدم المسك بيمين المعبد عند السياق. فسر لكم ما تخد قاعد سوق بيد برك مهم زوزيدين هذك علاش كان توجلها وفي مجلة الطرقات الخطية متاعها 20 دينار للتكسير لك فيش هاس الكهرباء لا عدم استعمال هذك مش مشكل. المهم بنت الوزير لباس والمهم احنا قاعدين نخلص. وقبل ما نخليكم تصوير الاخرانية هذه ماهيش بعيدة برشا وين تمشيو نسكل التكرونة تكرونة العالية ننصحكم تمشيو تعملوا طلع عليها خاصة مع الوقت هذايا تهزوا صغاركم نسكل وتعملوا طلة على التكرونة من أزين البلايس اللي تنجموا تراوها. أهلا وسهلا بكم في نجمة صباح. أبدأ نهارك مرتاح واسمع نجمة صباح.